يعرف في عالم السينما بالحاضنة لكل أفلام الخيال العلمي إنه رائعة فريتس لانغ الفيلم الكلاسيكي الصامت متروبوليس، لكن عند إطلاقه عام 1927 تناوله النقاد بكثير من القسوة وانصرف عنه الجمهور، ما دفع بصانعي الفيلم إلى حذف 30 دقيقة منه، وكان الاعتقاد السائد أن النسخة الأصلية من الفيلم قد فقدت، إلى أن تم اكتشاف واحدة قبل سنتين في بيونس آيريس، وهي تعرض اليوم في متحف برلين للسينما والتلفزيون مع مجموعة من أكسسوارات الفيلم. المعرض يظهر العملية الإبداعية، بإمكانك أن ترى كيف تصور مصممو الإنتاج الخدع البصرية، تلك الابتكارات الأولى في ذلك الوقت، وهناك نماذج من النص والتقطيع، وتشعر بمراحل صناعة هذا الفيلم وكيف جاءت الفكرة إلى عالم الواقع والصور المتحركة. تدور أحداث الفيلم في مدينة مستقبلية ومنقسمة بين طبقتين عاملة وغنية. حبكة الفيلم المعقدة تتمحور حول قصة حب بين فتاة من النخبة في المدينة ونبي من البروليتاريا، لكن الخبراء يقولون أن النسخة الأصلية المستعادة والتي سيفتتح بها مهرجان برلين السينمائي في شباط المقبل ستعزز من فهم الناس للفيلم. هذا لا يغير القصة بطريقة جذرية، بل يضيف إلى القصة التي كانت غير مفهومة حينذاك. الآن تفهم المحتوى وترى التمثيل، والشيء الأهم العودة إلى فهم مضمون الفيلم. منذ إطلاقه عرف متروبوليس شهرة لا توصف، حلت إلهاماً في مجموعة أفلام الخيال العلمي كستار وورز وبليد رانر، والأمل في أن تشكل نسخته المستعادة مصدر إلهام للجيل الجديد من رواد السينما.